كراجل جول كيبر يعني اصلا مركزك يعني انت في رايك بالحديث عن الجيل ده في رايك كان ايه الفرق ما بين كابتن اكرامي وكابتن ثابت البطل من الناحيه الفنيه؟ بص ده سؤال صعب، مش ان انا اقرر ان انا اقول مين احسن، لا يعني الفرق ايه الفرق مش لازم مين احسن، اقول لك فوت وورك كابتن ثابت البطل. انا بكلمك في حته جواني قوي بقى يعني اللي هو مدربين الحراس هيفهموه. كابتن ثابت البطل فوت وورك مرعب الله يرحمه، مرعب، فهو محسسك ان هو بيتمشى جوه ال 18 وهو بيعمل مجهود بس بفوت وورك مش طبيعي. هو ما كانش عنده الشو، كابتن ثابت البطل ما كانش عنده الشو. قصدك ستايله ما كانش حلو قوي؟ لا بالعكس، هو ثابت فعلا على اسمه وكان بطل ده حقيقي. لا الله يرحمه، هو كان خطوات رجله وميده بيوصل للكوره، هو ما كانش حاطط في دماغه حته ان انا ادخل اشو الطير الحاجات اللي هي فيه جون بتحبها. بالعكس هو كان مريح جدا لاي خط ديفنس بيلعب قدامه، ولكن هو ما كانش بيحط الحته الجماليه اللي هو كره سهله. انا بقوله ان ستايله مش زي كابتن اكرامي. بالظبط، كابتن اكرامي كان بيهتم كابتن اكرامي كان عنده ميزه عن كابتن ثابت البطل ان هو وحش انفرادات مش طبيعي بيده. يعني في كوره ترقص فيها جسمه كله كده، انا فاكرها قام بجسمه 180 درجه كده، اللي هو اللعيب كان هيرقصه راح لمه حاجه. لو خلي بالك عشان في نقطه مهمه جدا ان ولازم تحطها في دماغك، ولازم يعني الساده المشاهدين يبقوا فاهمين الحته دي. ان الناس دي كانت جامده قوي وما كانش فيه سبورت ساينس، ما فيش تدريب، ما فيش ريكفري. لا يعني ما فيش يعني الناس دي يعني انا بتكلم ان الاجوال الجول كيبرز ازاي كابتن اكرامي وكابتن ثابت البطل وكابتن عادل المأمور والناس دي لو كانوا بيتمرنوا التمرين بتاع الجول كيبرز بتاع دلوقتي كانوا هيبقوا مستواهم. وعايز اقول لك حاجه منتهى الامانه، لو كان في احتراف كابتن ثابت البطل كان احترف، ده المانيا على طول، كان هيروح المانيا على طول، وكابتن اكرامي كان احترف. لا بجد كان الاثنين حراس دول عظام. انا بالنسبه لي تقول لي مين احسن حارس مرمى جه في تاريخ مصر؟ كابتن ثابت البطل. انا بالنسبه لي احلى جول، احسن جول في تاريخ مصر، احسن جول، احسن من الحضري، احسن من الحضري. لكن انجازات الحضري، انجازات الحضري لازم رقميا نقول ان هو رقم واحد. لكن دلوقتي انت بتتكلم انت بتحب مين، دي حاجه، وان رقميا هو مين احسن واحد في مصر وفي افريقيا؟ كابتن حضري. لكن انت بتقول انت بتحب مين، زي ما حد مثلا يجي يقول لك ايه انت شايف مين اعظم لعيب كوره في تاريخ مصر، اقول لك كابتن حسام حسن. كل واحد حسب رايه. فاهم؟ طب انت رايك، طب انت رايك ان الايام كابتن في السبعينات وبدايه الثمانينات والثمانينات والوقت ده، انت في رايك ان كابتن عادل المأمور اتظلم في وسط كابتن اكرامي وكابتن ثابت البطل؟ طبعا احسن جون جه في تاريخ نادي الزمالك فعلا كان جون كبير جدا جدا جدا. ودايما دايما اجوان النادي الاهلي اكتر تميزا كعدد من المميزين في تاريخ نادي الزمالك. يعني تلاقي نادي الزمالك بيطلع جون جامد تقعد بيه 10 سنين مثلا او 5 6 7 سنين. لكن النادي الاهلي كان دايما تحس عنده في كل سنه جونين جامدين جونين جامدين. يعني بتيجي تبص مثلا عظماء طبعا لعبوا نادي الزمالك، لكن انا حاطط رقم واحد كابتن عادل مأمور، وهو ده الحارس الوحيد اللي انت كنت تقدر تقول في الوقت ده ان انت تنافس كابتن ثابت وكابتن اكرامي. الموضوع صعب قوي.